من فطرة قد خلقت فينا دون ما إدراك منا، نعلم عندها إننا مهما غضبنا فسينطفئ الغضب خلال دقائق معدودة، ومهما أخطأنا فسنصلح خطأنا. تسامحوا، فشهر رمضان بقى له أيام قليلة وسيسعدنا بزيارته، فهل تحبون أن يأتي شهر الخير وأنتم في أنفسكم حقد على أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، دعونا نبدأ شهر رمضان بصفحة جديدة بيضاء خالية من المشاكل والمشاحنات والحقد والكراهية، بادر وصالح لتزيد من أجرك وتريح قلبك، وقدم لكل من أساء لك السماح، وانظر للسماء وابتسم فالله راض عنك. الآن أبشر بالأجر. دعونا ننتهز هذا الشهر لكي يكون بداية في التسامح والعفو عن كل من أساء إلينا. هنا أقول: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، اللهم إني عفوت عمن أساء إلي، اللهم إني سامحت من اغتابني، اللهم إني سامحت جميع المسلمين، اللهم آمين. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. رسالة.